2025 اطار رسالين على شهاده الكفاءه الماليه. هذا البرنامج جاء تكوين الخريجين ديال الجامعات الحاصلين على الشهاده الجامعيه سواء الاجازه الماستر الدكتوراه، لان دائما الحكومه تتحجج بان الشهاده الجامعيه لا تتلائم مع متطلبات سوق الشغل، ولهذا رجعت باش ندير برنامج اللي يسمو فيه الخريجين ديالو مجموعه من الكفايات والمهارات والخبرات الميدانيه وكذلك المهارات التقنيه باش تسهل الولوج ديالهم لسوق الشغل. ولهذا تم الاتفاق على توقيع واحد اتفاق اطار على اثر تم الولوج ديال هذا الخريجين للبرنامج لمراكز التكوين سواء مركز التكوين المهني وكذلك المؤسسات الجامعيه. بعد ما الاطر والخريجين ديال هذا البرنامج على شهاده الكفاءه المهنيه ويجوا نفس المسار ديال جميع المعطلين الحاصلين على باقي الشوائد الجامعيه، وجدنا انفسنا كذلك في الشارع. ولهذا دائما رئيس الحكومه في المراسلات اللي كنبعثوها كيتحجج وكيقول بان تم الادماج ديالنا تعليم التعاقد سواء في الفوج السابقه، الا انني دائما مجرد ان كتجي كتفتح المباراه ديال التعليم كنا كندفعوا بشهاده الكفاءه المهنيه تيتم الادماج ديالنا وتمزق ديالها والرفض ديالها. بمثابة إنزال وطني موحد في الزمان ومختلف في المكان أمام الأكاديميات الجهوية. ولهذا الأطر والخريجين ديال الكاس وكذلك الكنيس نصحوا باش يحددوا باش يجسدوا هذه الوقفة داخل المؤسسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لأننا قدمنا العديد من المراسلات على ما يناهز أكثر من عام. ودائما كنا كنتحججوا بالرفض لأن السيد المدير السابق كان في الفترة ديال التقاعد ديالو وكان لم يعين المدير الجديد في الأكاديمية، وبمجرد أنه تعين المدير الجديد الأكاديمية ديال قاسم كناس قدمنا له العديد من المراسلات والتذكير بالمراسلات السابقة باش يسمع الممثلين ديال الإنسانية باش يكون واحد الحل اللي يكون سهل ديالهم. كما كيقول السيد رئيس الحكومة آخر التصريحات ديالو في الدورة الحريفية في المساءلة في البرنامج قال بأن الخريجين ديال هذا البرنامج تم تسهيل ديالهم في المباراة ديال التعاقد وتم الاعفاء ديالهم من انتقاء الاول. وكذلك السيد المنسق العام اللي اصبح اليوم بفضل هذا البرنامج السيد خالد صامد الكاتب الاولى مكلف بقطاع التعليم العالي دائما كيقول بان شهاده الكفاءه المهنيه تؤخذ بعين الاعتبار في المقابلات الشفويه، الا اننا دائما نقول بان فقط كتبقى تصريحات عوجاء، تصريحات اللي كتمرر بواحد الخطاب اللي تفاؤلي، الا انها تتحمل في الطيات ديالها السم والسعاب. ونجد انفسنا امام واقع مر، لازلنا نعاني من العطاله بالكفاءه المهنيه. فالمطالب ديالنا واضحه، ان المباراه القادمه ديال التعليم يتم تسهيل الولوج ديال هاد الخريجين ديال البرنامج الوطني 25 في اطار الحاصلين على شهاده الكفاءه المهنيه، كما كيقول السيد رئيس الحكومه تسهيل الولوج ديالهم في المباراه ديال التعليم، الاعفاء ديالهم من الانتقاء الاولي وبالاخذ بالشهاده بعين الاعتبار كذلك في المقابلة الشفوية، ويتم الإدماج ديالهم في هذه المباراة وصفة أطرية التربوية ديال الأكاديميات. وتحية عالية للمنبر الإعلامي فاس نيوز، وتحية عالية لكافة الأطر والخريجين ديال هذا البرنامج الوطني اللي كيجسدوا اليوم عبر مجموع التراب الوطني الإنزال الوطني 13 المحدد في الزمان المختلف في المكان. وتحية عالية لكافة الأطر وتحية للمنبر الإعلامي.